محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير رسل الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور وأن يعيننا جميعا على تعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا دائما على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. ونحن ما زلنا في باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين، تفضل يا دكتور. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. حديث الأول، حديث إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. طبعا هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض المعاني الطيبة. المعنى الأول أنه دليل على إتيان الصغار إلى المسجد وعدم زجر النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات ولا الآباء على ذلك، عكس ما يحدث الآن في بلادنا أو في مساجدنا. لو أحيانا الولد يبقى عنده 5 سنوات و6 سنوات، لو عمل شوية شقاوة أو شيء من هذا القبيل يبدأ النهر ويبدأ التنفير، وأحيانا يقول له لا تأتي حتى يكبر، ولا، مع احترامي طبعا لمن يرى أن هذا مما يصرفه عن الخشوع، وكل ذلك ربما يعالج بشكل أو بآخر، لكن إذا لم يوطأ الولد في الصغر على الإتيان للمسجد لن يأتي إليه في الكبر، مستحيل، لأنك نفرته في بداية الأمر. يجب أن يوازن بين الأمور. طبعا إذا كان صراخه شديد وصعب ممكن نقول لغاية ما يهدأ شوية ما فيش مشكلة، أما إذا كان الولد يستطيع الإنسان أن يعني يقوم أهله عليه أو أمه أو أبيه عليه، فالأصل أن يظل في المسجد وأن يأتي المسجد حتى يحب المكان ولا ينفر منه. لأن بالتجربة يا إخواني، بالتجربة، بعض الناس حاولوا أن يأتوا بأولادهم في سن متأخرة، الولد لم يصبر على المسجد، بمعنى الكلمة يعني لم يصبر على أن يكون من أهل المسجد، وظل يراود أباه ويفر منه، وحتى في النهاية، في نهاية الأمر أدى إلى أن الولد لا يدخل المسجد إلا نادرا. وربما نسمع على أن والده أو أمه كانوا من يعني في الالتزام وفي التدين وفي العمل ما شاء الله ممتازين جدا، لكن هو في فرق بون شاسع، ظل يدلله أو يتركه حتى كبر وبقى المكان صعب عليه أو لا يستطيع أن يتعامل معه. الرسول صلى الله عليه وسلم
لم ينهى المرأة التي بكى صبيها عن الإتيان به، هذا مهم جدا، وإنما هو جوز في الصلاة. يعني جوز في الصلاة؟ يعني أسرع في الصلاة رحمة بأمه أو شفقة على أمه، وأيضا شفقة على الإيه؟ على المصلين، لأن الخشوع هنا ينتفي مع كثرة البكاء ويعني وتضيع. الحديث الذي بعد ذلك حديث من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. الذمة هي العهد والأمانة، من صلى الصبح فهو في عهد الله وأمانة الله، ومأخوذ من ذم الشيء أي ارتبط به، ومنه زمام الناقة. زمام الناقة يعني رباط الناقة، فكأن الذي يصلي الصبح، طبعا الجملة على محذوف، بالنسبة للرجال من صلى الصبح في جماعة ماشي، وبالنسبة للأخوات والنساء في إيه؟ في وقتها، يعني إذا كانت منفردة في بيتها أو قعر بيتها أو في مصلاها تحمل الإيه؟ تأخذ الأجر بذاته. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو لمن حضر أو شهد الإيه؟ شهد الجماعة من المسلمين. من صلى الصبح في جماعة فهو في إيه؟ فهو في ذمة الله، في عهد الله وأمانة الله. ويستدل منه على أن الناس كانوا يعرفون بعضهم البعض، يعني يعرفون من يصلي ومن لا يصلي، وكان الأغلبية فيهم هم أهل الصلاة والأقلية هم عدم الصلاة، لأن لو كان الأقلية لن ينتفت إليهم أحد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل من هذا الحديث على روعة حضور صلوات الجماعة وخاصة الفجر في المقام الأول أو في العهد الأول، ففعلا كان في حضور كبير جدا من الناس. طبعا الآن للأسف الشديد لبعد المسافات وكثرة الأشغال وربما دخول بعض أوقات العمل قبل وقت الفريضة، ربما لا يكون الناس موجودة في بيوت الله سبحانه وتعالى، لكن الأجمل منه هو الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الناس الذين يصلون الفجر في جماعة. الذمة دي معناها إيه؟ معناها أنه لا يقربه إنسان بسوء، لأن الحديث معناه كده، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني يجي لو اللي هيقرب له بشيء معناه أن أنت الله عز وجل هو الذي سيكون كفيل له، كفيل له في الدنيا قبل أن يكون كفيلا عنه يوم القيامة في الآخرة. ولذلك حدث كما يقال أبو الدرداء بلغ، جاءه رجل قال أو أبي ذر على ما أتذكر القصة، قال ادرك بيتك فقد احترق. قال ما احترق. قال أدرك بيتك فقد احترق. قال ما احترق. فظل الرجل يقول أنا رأيته بعيني. قال والله ما احترق، كيف يحترق وقد صليت الصبح في جماعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في إيه؟ في ذمة الله. فلما ذهب طبعا وجد البيت الذي بجواره والذي احترق وبيته سالما بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحديث معناه أن الله يحفظه ويؤمنه، والأجمل فيه أنه في ذمة الله في كل شيء. يعني إيه في ذمة الله في كل شيء؟ يعني لا يقربه أحد بسوء، ولا يخسر صفقة، ولا يرسب في امتحان، ولا يضيع في 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 خير، ولا إلى كل شيء. كل هذا يدخل في دائرة ذمة الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما يحتاجه الإنسان مفتاحه في صلاة الفجر. طب ليه عمل سبحانه وتعالى ليه جعل هذا الأمر في هذه الصلاة دون غيرها من الصلوات؟ يعني ماذا خص صلاة الفجر؟ ها؟ لأنها ثقيلة، ولأن الذي يخرج لها يخرج لها وحدها، أي صلاة تانية ممكن تخرج معها تخرج لها ومعك مراد آخر بجوارها. ركز معايا دي، فاهم المعنى ده؟ أي أنت راح صلي الظهر وهطلع روح مشوار، أصلي الظهر وراح أجيب الأولاد من المدرسة، أصلي الظهر وعندي شغل، يعني أنت داخل بتاخد إيه؟ بتجمع نيات في الطريق، صلي العشاء ومش عارف وقابل فلان. إنما الفجر الأصل فيه أنه لله، ولذلك كان الإخلاص فيه أعلى. هذه أول شيء، الفجر لماذا خص؟ لأن الخروج له خروج خالص لله، ليس من ورائه مغنم لأحد ولا غاية أخرى، ولا هيجمع بين أمرين. في النادر يعني يكون هذا الأمر إيه؟ إذا خالفت هذه القاعدة يكون نوادر يعني. الأمر الثاني، لأن أصحابه أصحاب قلة وليس الأكثرية،
فطبعا الصلوات في وضح النهار وفي الليل وفي العشاء الاعداد بتكون اكثر من الفجر. الفجر دايما بيكون ايه؟ اقل عدد. فلا يساوى الله عز وجل، لا يساوي الله بين من يخرج في هذه القله باجتهاده وجهده واخلاص الله سبحانه وتعالى، وبين من يخرج مع عموم الناس بكثره. احد الاخوه اللي في الخليج يحكي لي القصه هذه، دخل مسجد في صلاه الفجر وكان من الاثرياء، فوجد اربعه يصلون، الامام وثلاثه، فاعطى لكل واحد مفتاح سياره هديه، لانه يعني مسجد على بعيد وكده والحضور. فالمهم شاع الامر في القريه، ثاني يوم المسجد كله عن بكره ابي كانوا يصلون. يعني كان هذا اللي قال لك ربما يرجع مره ثانيه ولا العمليه. وهذا تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عنه ان الناس احيانا لا يذهبون الى المساجد الا اذا بين قوسين، الا اذا كان من ورائه احيانا مغانم. والله لو دعي احدهم الى فرس نشاه لاجاب. شوف يعني هو يترك الصلاة، لو حد قال له تعالى نعزمك على مش رجل يعني مش كارع إنجاز التعبير، يعني فرس يعني ضفر، أنا آسف، ممكن يجيب لأنه في النسبة في مغنم. فكأن الله عز وجل يقول أيضا أن هذه الصلاة ليس من ورائها أي مغنم من مغانم الدنيا، لأنه لا يرجى من ورائها عمل، ولا يرجى من ورائه تجارة، ولا يرجى من ورائه كسب، ولا يرجى من ورائه مصلحة. فكان العطاء من عند الله عز وجل عظيما. هذا أمر. الأمر الأخير أنه عوامل الإخلاص في صلاة الفجر أقوى من غيره، يعني مناط الرياء مش موجود في صلاة الفجر، مناط الرياء موجود في الصلوات الأخرى. صلاة الفجر يقل فيها مسألة الرياء. ليه؟ أولا الأعداد قليلة، الناس كلها خارجة لله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى الجميع مجتمع على الصلاة وعلى المغنم. يقل فيها مسألة أن يرائي الإنسان بعمله لمن يراه حوله. ده الشيخ رايح يصلي وراجع ما شاء الله، المحلات اللي حوالين البيت شايفين، ولا الناس اللي قاعدة هنا وهناك شايفين نهل الصلاة. لا، هذا مناط يغلق فيه كل شيء، المحلات مغلقة، الأماكن مغلقة، الناس لا تسير في الطريق، اللي عارفك ما يعرفك شيء، كل الناس نائمة، فأنت تخرج. فمناط الإخلاص فيها أعلى من مناط غيرها، الإخلاص في الصلاة دي أعلى من غيرها، ومناط الرياء في غيرها أعلى منها. فهمت هذا؟ فكل ذلك دافع إلى أن يضع الله سبحانه وتعالى فيها هذه الجمل من الخير الذي خص به فقط أهل الفجر من في الصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيه؟ من أهل صلاة الفجر. حلو؟ فهمتهاش كثير، إن من يطلبه من ذمته، يعني يعني أنت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى أو في الدنيا طبعا يطلبه يوم القيامة، يقول له أنت يعني اعترضت إنسانا كان في ذمتي، يعني يطلبه الله، يطلب الله حقه منك باعتبارك أنك اعترضتني، عرفت أنا صليت الفجر وأذتني، فمش أنا اللي هطلب منك يوم القيامة حقي، من الذي يطلبه منك؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا في جواره الآن. فهمت الفكرة؟ فلا يطلبنكم الله بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. لأن أنت الآن، أنا خرجت، أنا دخلت في الجوار الله سبحانه وتعالى، والذي يدخل في جوار أحد لا يتعرض له، وإن تعرض له من يأخذ له الحق الذي نزل في جواره. تفهمت هذا؟ والله مش واصله يعني. فالله عز وجل بقى اللي هياخد لي الحق يوم القيامه. وطبعا اذا كان هذا حق الله، وانت اعترضت ذمه الله وجوار الله، فليس لله عز وجل في ذلك عقوبه الا والعياذ بالله ان يطرح صاحبه هذا الامر في نار جهنم. وطبعا هذا مدعاة للإنسان الذي ينوي شرا لأحد، أن يسأله هل صليت الفجر ولا لا، عشان يريح دماغه. أنت لو نويت تتكلم مع واحد بوحش ولا تأذيه ولا تقول له أي حاجة، تقول له بس أسأل سؤال، تصليت الفجر ولا صليت؟ إذا ما كانش صلى خلاص أنت براحتك يعني، إذا صلى تقوم راجع لورا خطوتين. فهو مدعاة إلى السؤال أيضا على من صلى الفجر من عدم السؤال. هو لا تحسبوها مزحا، يعني أيضا يكون عامل من عوامل رد صاحب الشر عن شره. تفهمون؟ يعني انا بدل ما انا قدك انما مش قد ربي، اعرف ادخل معاك في سجال انما اتعامل مع الله. انا
لا صلى الفجر ابعد وخد حالك يعني، توكل على الله وغير اليوم. هو طبعا لو عرف ان هو ينوي به الشر ما يصلي الفجر كل يوم، عشان يظل في بعد عنه وخوف من ان يصل اليه سوء. انا قلت هذا للرجال وللنساء في بيوتهن في وقت الصلاة، بمعنى ما لم يخرج وقت الصلاة عن وقت الفضيلة. تعرفون يا جماعة ان وقت كل صلاة لها اوقات، احسن الاوقات ما كان في بدايته، اول اللي هو بيسموه عند الفقهاء وقت الفضيلة. وقت الفضيلة يعني فضيلة الصلاة حضرت الآن، ثم يأتي بعد ذلك أنواع كثيرة بقى من الوقت، وقت الاختيار، وقت الاستحباب، وقت العذر، وقت الكراهة، حتى تصل إلى وقت الحرمة قبل طلوع الشمس بدقيقة أو بعد كمان خروج الشمس. فالعلماء كل ما كان الإنسان يصلي أقرب إلى الوقت التي نزل فيه الصلاة، كلما كان هذا أقرب إلى إيه؟ إلى إصابة هذا الحديث. وكلما بعد كلما كان أبعد. تفهمون هذا المعنى؟ هذا مهم جدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صلى الله عز وجل أن يفرج كرباتنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا في حاجة إخواننا إن شاء الله تعالى. لكن أنا أقف على معنى مهم جدا، حديث كلمة لا يسلمه، هذا معنى رائع جدا، خلي بالكم من هذا. يعني إيه لا يسلمه يا جماعة؟ يعني لا يتركه إلى عدوه. ركزوا بقى في المعنى ده لأنه بيحدث كثير. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، دي ده مناطه نفسك أن، يعني لا يظلم يعني لا يخرج فعل الظلم منك له. حلو الكلام؟ طب والتانية؟ لا، لا تتركه يخرج الظلم من غيرك له، لا تسلمه إلى العدو. طب ما هو العدو بقى؟ قالوا لا تسلمه إلى نفسه، أول عدو من الأعداء. لا تسلمه إلى إيه؟ نفسه، إذا كانت نفسه أمارة بالسوء وتجد دايما تجنح به إلى مواطن الإيه؟ الفساد ومواطن البعد ومواطن المعاصي وكده، يبقى لا يسلمه الإنسان إلى نفسه، ما تسيبوش يقول له هو حر أخذ بإيده. فهمتوني؟ هذا يدخل في معنى الكلمة، لا يسلمه إلى إيه؟ إلى نفسه، إذا كانت نفسه تأخذه إلى الانحطاط أو إلى البعد. أختي كانت بتصلي معانا وحاضرة وموجودة وبعد مرة ذلك قطعت. من واجبي الآن المسلم أخو المسلم من أخوة الإسلام ألا أتركها إلى نفسها. إيه أنت كنت فين؟ ده أنت كنت منورة الدنيا والمسجد كان مش عارف إيه، ويبدأ أخذ بإيديها مرة تانية لأن النفس تشدها إلى المعصية. أو جديدة مثلا في الالتزام وكانت قبل كده قلع الحجاب ومش لابسة الحجاب وكانت بتعيش حياتها وإلى آخر من معنى الكلمة اللي احنا بنقول، فنبدأ عاشت شوية في الالتزام وبعدين رجعت مرة تانية. لا تسلمها إلى نفسها، هذا مهم. الأمر الثاني لا يسلمه إلى الشيطان، لا يسلمه إلى الإيه؟ الشيطان، خاصة إذا أضمر في معصية بين يدي أو قال أو أصر إلي أنه سيفعل سوء أو وسوس إلي الشيطان بارتكاب مخالفة أو غير ذلك، يبقى لا يسلمه للشيطان. وكلما كان الإنسان مع أخيه كان الشيطان عنه إيه؟ أنفر وأبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: إياكم والفرقة وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان أقرب إلى الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين. طب لو كن ثلاثة مع بعض أبعد، لو كان أربعة مع بعض أبعد، لو كانوا مجموعة أكثر أبعد أبعد. فكلما قوي العدد كلما كان أطرد للإيه؟ ولذلك أول عمل من أعمال الشيطان أنه يفرق، شيل ده من ده يرتاح ده عنده، ونبدأ ناخد كل واحد على مزاجه كده. هذا فعلا يعني إذا كنتم مجتمعون لا يصل إليك، وإن وصل إليك يكون وصلت إليك هنات، إنما هو عاوز ياخدك في طرق الكبائر وفي طرق المحرمات وطرق المعاصي الكبيرة، يبدأ يفرق عنك المجموعة الحلوة اللي كانت معك، يوقع بينكم الوقيعة، الفساد، الخلاف، اختلاف وجهات النظر، التناحر، التنافر، البغضاء، الحسد، العين، أي شيء من الحاجات اللي بتدخل في هذه الدوائر، حتى يبتعد الناس، يبدأ ياخد واحد واحد بقى ويطعن فيه ويصل فيه موصلا لا يستطيع أن يصل إليه إذا كان مع جماعة. ولذلك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه إلى الشيطان. طيب ولا طب رقم ثلاثة لا يسلمه إلى أصدقاء السوء. هذا من معاني عدم الإسلام،
بقى معانا كويس وكده، وانا شفت بقى قاعد مع واحد اتنين تلاتة ممن اعرفهم جيدا انهم اهل سوء، ولو قعدوا معاه شوية اكتر من كده هياخدوا برجله الى وادي بعيد، ممكن يشرب وممكن يزني وممكن يشرب مخدرات وممكن ربما يصل الى السرقة والى الحرام وانا اعلم هذه المجموعة. من واجبي عليك كأخي في الله وأخ في المسلم أن تأخذ بيدي فلا تسلمني إلى هؤلاء، بما تستطيع طبعا، بما يستطيع الإنسان من بذل الجهد. ثم احنا قلنا ايه؟ النفس والشيطان وأصدقاء السوء، ولا يسلمه إلى عدوه الذي يتربص به من الإنس، زي اللي بيحصل دلوقتي بقى، يدخل فيه مثلا واحد مثلا يبلغ عن واحد عشان يسجن ولا عشان يعتقل، زي ما بنشوف كده في بلادنا العربية للأسف الشديد، وهو يعلم تمام العلم أنه مظلوم أو إنسان ليس له فيه يعني له ذنب، هذا اسمه من التسليم، بل من التخزي، من الخزي والعياذ بالله، من الخيانة. ماشي، واحد يكتب تقارير في حد عشان يؤذيه، سواء كان في شركته أو إلى أو في مع دولة أو مع كذا أو مع كذا، حتى يفسد العلاقة أو يتربص به السوء أو يسلمه إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكل هذه يا جماعة تدخل في دائرة قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يسلمه. ركزوا أو في المعنى ده، ودائما إذا كان الإنسان حريص على أخيه الإنسان يفتديه بنفسه. شوفوا مثلا عمر بن الخطاب مع عياش بن أبي ربيعة كيف صنع في الهجرة. شوف عياش عرضت عليه كل يعني كل هم مسافرين مع بعض الى المدينه، عمر وعياش بن ابي ربيعه في طريقهم الى المدينه مهاجرين، وعياش معروف في مكه انه كان بارا بامه، يحب امه جدا يعني، علاقته بها ليست علاقه عاديه انجاز التعبير. فامه استغلت هذا الوتر، ارسلت من وراءه من ياتي به ويقول له امك نذرت أن تقف في الشمس ولا تستظل وأن يعني يشعر شعرها ولا تغتسل وألا تستحم وألا 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 تأكل ولا تشرب. هو طبعا يسمع الكلام هذا بالنسبة إليه يعني دي أمي يعني، وعمر يقول له امضي امضي إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ها ياخد بيده ويشد عليه، إن مسها الشمس ستستظل ما تخافش، يعني هي لو إلا ساعتها الشمس شوية هتقعد في الظل، وإن جاحت لتأكلن وإن عطشت لتشربن وإن أخذها القمل لتغتسل، يعني يقعد يقول له كل حاجة بيديله لها علاج. والتاني برضو الشيطان الإنس ده وراه مش عاوز يمشي، عنده غاية وهدف، وربما كان يعني وعد بجائزة إن استطعت أن تأتي به لك كذا وكذا، قال له تترك أمك وإحنا ما عهدناك هكذا ومش عارف إيه. فظل يراود عياش بن أبي ربيعة حتى عزم على أن يعود. وعمر كان شغال في إيه؟ في الدعم، امضي 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 لك مش عارف إيه، امضي وأعطيك وأحبوك. طيب ماذا حدث؟ لم يجد عمر المفر إلا أنه يخترع حيلة، يقول له خلاص أنا عندي، أنا الآن لا أستطيع أن أفعل معك أكثر من ذلك، ماذا أصنع؟ انزل عن ناقتك وأنزل عن ناقتي، نعمل تبادل للدواب، فإن ناقتي ناقة نجباء زلول سريعة، يعني سريعة، فخذها، فإن وجدت ما تأخبرتك به فتنة في دينك وفي إسلامك فاركب إلى رسول صلى الله عليه وسلم مسرعا. ماشي، وخلاه نزل، ورجل أول مراح وسقوه وحطوه في بيت، وبدأ يقربوا إليه الخمر ويقربوا إليه النساء ويقربوا إليه الحاجات الحلوة اللي كان عايش بها. يقول عياش عن نفسي حتى كدت أن إيه؟ أن أفتن في ديني، يعني كل شوية بدأت ترجع لي الحياة اللي أنا كنت، وما سكتش في عمر في هذا، وقال ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، قال أرسلت بها إلى عياش في مكة، يعني لما نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها له ثم أرسلها إيه؟ شوف عدم، هو لا يسلمه، لا يريد أن يسلمه لا لعدوه ولا لشيطانه ولا لنفسه ولا لأي شيء من هذه الأمور ولا لأصدقاء السوء، جمعها كلها. يقول فمرت ناقة إيه؟ عمر، فتذكر ما كان بينه وبينه من فتنة في دينه فركبها وعاد مسرعا إلى إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المواقف التي تستدل بها على أن الإنسان ينبغي ألا يظلم أحد ولا يكون سببا
أو عدم إحالة في أن يصل إليه ظلم أحد من تسليم له أو تربص به أو غير ذلك. الحديث الذي بعد ذلك نفس الكلام هو في نفس المعنى، المسلم أخو المسلم لا يخونه لا يكذبه لا يخزله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، نفس المعاني، وستأتي أيضا في المعاني التي تأتي بعد أكمل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادي عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أكمل بيت الباب. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن الميثار الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والاستبرق والديباج. متفق عليه. والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في 7 الأول، الميثار بياء مثناة قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع مثرة، وهي شيء يتخذ من حرير، ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير، يجلس عليه الراكب، والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفه. الله يكرمك. الحديث الذي ذكره طبعا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. والتقوى هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. طب المفروض، والله المفروض صحيح. التحاسد هو زوال النعمة طبعا، إن أنا أشوف حضرتك أو حضرتك عندك نعمة كده وأتمنى إنها تزول من عندك وتأتي إلي، هذا معروف. الاغتباط لا، إن أغبطك إن أنا أتمنى ما يكون عندك، ولكن لا أتمنى زواله من عندك، أتمنى ربنا يغنيني زيك. أقول أنا أغبطك على كذا، هذا ليس حسد،
ماشي. الفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني زوال النعمة من عندك وانتقالها إلي، يا رب فقره وغنيني مثلا، أو يا رب كل الفلوس اللي عنده تيجي عندي، أو يا رب مش عارف إيه يحصل له إلى آخره. هذه طبعا بيدعي ربنا أحيانا كمان، يعني يستعين بالله في الحسد إنجاز التعب. لا، هذا حرام طبعا قولا واحد. لكن الغبطة مباحة، وهو أن أتمنى ما عندك من الخير أيا كان الخير، هذا علم، مال، ولد، أيا كان، مع تمني بقاء النعمة عليك والزيادة والدعاء لك. هذا ليس فيه شيء، وحدث كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا حسد إلا في اثنتين، كما جاء في حديث رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أو على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم به الناس إلى غير ذلك. هذا مش لا يقصد به الحسد الظاهري، إنما أتمنى يكون عندي ما عندك حتى أفعل فيه ما تفعل فيه. فلا تحسدوا، يعني لا يتمنى أحدكم زوال النعمة من التاني، ولا تناجشوا. النجش ده مش موجود هنا في ألمانيا، أو مش عارف، ممكن الناس اللي شغالة في البيع والشراء يكون في صور شبيهة لها موجودة في مصر وفي بلادنا العربية كتير. إيه الفكرة؟ حاجة بتتباع في المزاد، فأعمل إيه بقى؟ فأنا اللي بيعرض السلع للمزاد واضع مجموعة من صبيانه وسط الناس يعلوا السعر، هم مش هيشتروا، هم بس بيحركوا الموضوع لغاية ما يوصل للسعر اللي عاوزه قائم المزاد اللي هو صاحبه. فأنا أقول 5، يطلع الحاج أحمد هو شغال مع الراجل وأنا ما أعرفش، ما الناس كلها يقول 10، فتيجي واحد تالت يقول 15. عم أحمد ده أصلا شغال مع الرجل ده وهيقسم معاه في الآخر وهياخد منه فلوس وربما يعطيه. هذا اسمه التناجش، هذا محرم، لأنه فيه غدر وخيانة واللعب بالإيه بالمشتري، فهمتوني؟ هذا لا يجوز شرعا. ومثل ما يحدث أحيانا في البيع الإلكتروني، البيع الإيه، الناس اللي ليها في التسويق الإلكتروني الآن يتم بعض الصور في صورة النجش، تدخل أسماء وهمية تشتري أو تعرض أرقام أعلى مما هو يطلبها أو مما هي مطروحة بغية أن يرفع سعرها. مثلا حطيت السيارة، فأنا عندي 10 أصدقاء والسيارة ده حطيتها لأعلى سعر، فحضرتك تدخل تكتب إيه كذا، الثاني يشوف الحاجة بتاعها يفكر أنها حاجة ممتازة جدا يعلي. هو اللي حط السعر الأول ده مش هيشتري، هو بس دوره أنه يعلي السعر للإيه؟ للبايع. هذا اسمه النجش، هذا لا تناجشه. فهمتها ولا عيدها تاني؟ موجودة؟ موجودة هنا؟ ما أظنش موجودة. فلا هذا التناجش فكرته المحرمة تكون في إذا كان المزاد علنيا موجود للكل، أنت فهمين؟ أما لو دخل معاك واحد من باب إن هو يساعدك أو يقلل عنك، هذا من باب المساعدة، ممكن لا يكون فيه تناجش. النجش إنه يكون سلعة معروضة للجميع وأنا أدخل ليس بغاية الشراء وإنما بغاية رفع السعر، ماشي، بغاية رفع السعر للبايع. يعني هي الحاجة ب10 فأنا أوصلها له 15 فيديني مثلا عمولتي أو حصتي، فهمت الفكرة؟ طب مين أنت دفعتها؟ فادي يقول لك إيه ده أنت خدتها بخسارة. هذا يحدث في المزادات دايما، يكون جاي ومعاه ناس مجموعة عشان يعلي السعر، فلما يعلوا السعر يوصل للسعر اللي هو عاوز أو يوطي السعر إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل هذا يدخل في مسألة الإيه؟ النجش. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره. هذا كلام الإمام. فهمت الصورة هذه؟ وهذه أصلا تحتاج إلى يعني وقفات، لأنها أدت إلى ضياع حقوق ناس كثيرة جدا، وهي موجودة، أنا شفتها بعيني، يعني عشتها مرة. دخلت مزاد، كنت أنا حافظ الحديث جديد وأعرف مكان مزاد، ورحت شفت المجموعة اللي قبل ما يعقد المزاد قاعدة مع البايع. طبعا هم أنا كنت صغير فما لا يبالون بي بوجودي، يعني وعمري ما هدخل أشتري حاجة، أنا راح أتفرج على الدنيا. وجدتهم يتفقون، ولما بدأ ينادي على السلعة ويجتمع الناس بدأ هؤلاء يأتون من بعيد ويدخلون كأنهم يشترون، وبدأوا إيه
يهيج الجمهور على مسألة الايه رفع السعر حتى الناس تشتري بالسعر الأعلى، وكلما استطاعوا أن يرفعوا السعر كلما كان مكسب للايه للبايع، ولكن إغرار للمشتري والعياذ بالله. لا، مدح البضاعة ما فيهاش مشكلة. لا، مدح البضاعة ما لهاش مشكلة. مدح البضاعة إذا كان فيها غش طبعا يدخل فيها في الغش. يقاس، بس يدخل في الغش مش في النكش، يدخل في الغش إن البضاعة معروفة أنها سيئة أو فيها عيوب وهو يحاول أن يجمل، هذا في الغش قولا واحدا. في على فكرة في المعاملات أحاديث كتيرة جدا مهمة قوي، يعني ينبغي ان احنا في وقت من الاوقات نقف ونعطيها لكم كلها عشان تفهموا الدنيا تمشي ازاي. حديث مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان في الطريق. هذا يعني ايه؟ حضرتك انا بشتري بالجمله وبدخل السوق بتاع ميونخ، فانت حضرتك عارفه ان انا باجي الساعه 5 بدخل من طريق جرشن مثلا، فتقومي مقابلاني عند جرشن، هات يا عم اللي معاك كله انا اخده منك، وبعدين اخده انا واروح ابيعه انا في الايه في السوق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان في الطريق. طب ايه الحلال؟ ينزل بالسلع على السوق واشتري براحتك. فهمتوني؟ لان هذا علامة من علامات الاحتكار ورفع السعر على المشتري. فهمت الصور؟ انواع كتيرة ما يعرفهاش الناس، لكنها في صلب الاحاديث مهمة جدا. لكن لا استنى لما تنزل، او روح اشتريها من المكان اللي هو خدها منه. فهمتوا الفكره ازاي؟ هو الذي اشتراها ما اشتراهاش لغرضه الشخصي، ده هو خدها منه عشان يذهب بها هو للسوق ويبيعها، فهذا معناه تغليه للسعر على الناس، لان انت كنت البائع كان هيبيعها بخمسة، انا هاخدها منك، هاخدها كلها واروح انا ببيع بايه بعشرة. من المتضرر في هذا؟ الناس هو المتضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الايه عن تلقط الركبان في الطريق. ادي نوع من انواع البيوع مش معروفه، او نوع من انواع المخالفه في المعاملات مش معروفه، لان صورها مش كتير. لكن الاصل الانسان لو عايش في مجتمع تجاري، مجتمع اقتصادي مالي، المفروض انه يعرض هذه الاحاديث كلها على الايه على الناس، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه موجوده بقوه. حضرتك ما عندك فتره الخيار، خيار المجلس او خيار الشرط. خيار انك معاك 3 ايام، ثلاث أيام إنك ترجع في البيع أو المشتري يرجع في البيع، صح؟ مثلا نقول ثلاث أيام، يوم، أسبوع، أيا كانت المدة المحطوطة. فأنا أروح للبايع أقول له إيه عم ارجع في البيعة وأشتريها منك بأعلى من اللي أنت بعته. هذا حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض. فأنواع كثيرة جدا في المعاملات يجهلها الناس لسبب، السبب هو إنه ما بيشتغلش كتير في التجارة، كتير الناس ما بتشتغلش في التجارة، فمش فارق مع الأحاديث دي كلها، وعاوز الصلاة والعبادات وهذه الأمور، أو إن الصور هذه ليست ظاهرة كثيرة عند كثير. وفي بقى التصرية نوع من أنواع، وحاجات كثيرة في أنواع البيوع وأنواع المعاملات تحتاج إلى سرد لهذه الأمور. ربما انا يعني انا من جمله الخطه اللي الواحد حاططها ان شاء الله في مساله خطب الجمعه، هو ان انا هركز على بعض الصور المعاملات الماليه في الفتره القادمه، لان جاءتنا كثير من المخالفات بالذات في مسائل التجاره، في مساله التجاره، او في ناس مثلا تستحل التدليس مع اهل الكتاب، التدليس والكذب مع اهل الكتاب على اعتبار انه مش من اهل العقيده، يعني انت او يجوز فيه الكذب عليه، وسمعتها في الموضوع ده. يعني انت بعض الناس يقول لك عادي، يعني ما هو مش مسلم اصلا ده الى اخره، فيستغل احيانا الدين في مساله البيع والشراء، ماشي، في مساله عدم اظهار عيوب السلعه، ايضا مشكله من المشاكل بتحدث كثيره جدا. تشتري حضرتك الموضوع وتكتشف ان البيت فيه رطوبه مثلا، وتبدأ حضرتك المكسب اللي كنت هتكسبيه من وراء البيت تصلح بيه الرطوب، وما عندكش شرط جزائي في هذا الأمر، وبالتالي في هذه النماذج كثيرة جدا، هذه كلها حرام قولا واحدا، ينبغي أن يعاد فيها الإنسان إلى دائرة الشرع قبل دائرة القانون. يعني حتى القانون يحرم هذا، ومع ذلك الأصل فيه الإنسان أن يأخذ بشرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحاسد اتكلمنا عليه، والتناجش أو لا تناجشوا اتكلمنا عليه، والايه ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر هو الايه هو الهجران، ان انا اخليك ورا ظهري كده،
من المدابرة، كنت قدامي وعيني وعيني عليك وبحبك والعلاقة مية مية، خلاص حطيتك ايه في البلاك ليست، حطيتك يعني بقيت ورد. هذا ايضا منهي عنه، لا تدابروا، يعني لا يجعل احدكم اخاه في خلفه يهجره، وهذا الدليل على انه لن يلتفت اليه. فجاء بلفظ التدابر، انه ما بيبصش وراه بقى، خلاص انا ماشي قدامي ولا انظر ايه الى من تركته في الطريق او كان معي بالامس او غير ذلك. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله ولا يبع بعضكم، السوره اللي احنا ذكرناها، ولا يبع بعضكم على بيع ايه، على بيع بعض. لكن اهم كلمه اللي احنا تكلمنا عليها من قبل، قوله ولا يخذله، والخذلان غير التسليم اللي تكلمنا عنه في الحديث الماضي. الخذلان ايه هو يا جماعه؟ من وضع امله فيك. واحد وضع امله فيك انك تساعده، انك تاخد بيده، انك تخرجه من المشكله، وانت عندك استطاعه. انا بتكلم على الانسان الذي عنده استطاعه، ولكن فوجئ بالايه، بالخذلان، سواء كان هذا لدفع ظلم او لجلب حق. انا احيانا بعض الناس يتكلمون عن الناس انه مية مية هيساعدني، يعني بيبقى بيتكلم كانه بيتكلم عن نفسه. اقولها تاني، هو يعني واحد يضع امله فيك لدفع ظلم او لجلب حق، ماشي، لدفع ظلم او لايه. فمثلا يحصل له مشكله يقول انا عارف هحلها ازاي، في دماغه واحد هيحلها له، ويروح يكلم ده يلاقي ايه، خزل ومش خزلان عادي بقى، يعني ربما بكته، ربما يعني شدد عليه، ربما اعطاه من الكلام ما لا يستحق. فهو وجيعته في خزلانه اكثر من وجيعته في 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 فيما ابتلي به. يعني التخزيل اصلا يا جماعه موقعه او اثره نفسي، والاثر النفسي اقوى من الاثر العيني او المادي، تفهمون؟ يعني انا حصلت لي مشكله، دي ماديه، دي مشكله في حد ذاتها ربما يتقوى عليها الانسان. الاقوى منها ان تخزله في موطن ما فيش غيرك ينفع ينصره. مثلا هيدخل السجن لو ما دفعش الدين اللي عليه وانت معك فلوس، وهو ما فيش غيرك يقصده ولا يعرف احد، خلاص يبقى انت بتقول له خش السجن مثلا، ويخزله في هذا، ياخذك يذهب اليك تحكم بينه بالعدل، ويعلم انك صاحب عدل وتحكم بكتاب الله وسنه رسول الله بما يرضي الله، فيفاجئ انك ايه، خزلته في القضيه ولم تعطيه حقه بل وجئت عليه، الى غير ذلك من ايه، من هذه الامور. كل هذه المعاني ينبغي ان نتفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت الى قضيه عدم خزلان المسلم، لان اثرها يبقى مدة طويلة لا يخرج من نفس الانسان. تيجي تصفيه بقى بعدها ما بيعرفش يصفي. فاهمين المعنى ده ولا مش فاهمين؟ ليه؟ لانه جاءك في وقت عوز، في وقت احتياج، في وقت لا يساعد فيه احد الا انت، وكان لا يعني زي ما تقول كده متعلق بيك، فجئت انت قمت اطمه، فيظل اثرها في قلبه لا يستطيع ان ينساها لك وتفرق فعلا. تفهم؟ شيخ انا عندي سؤال. تفضل. الغلط اساسا منه هو ان هو توكل على 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 شخص، على اي حد، هو في الاصل انه كان توكل على الله، هو متوكل، هو متوكل على الله، لا معاه. في فرق بين التوكل على الله والاخذ بالاسباب. انا متوكل على الله حتى في مشكلتي، لكن اجمع لها الاسباب في دفعها. هو لا يتوكل على شخص دلوقتي، هو بيتوكل على الله ولكن بيحاول يصل لسبب يرفع عنه هذا الايه، هذا لا مش متعلق، وهو كمان مش متوكل، يطمع في الاخوه التي بينه وبينه، يطمع في الخير الذي بيني وبينه، يطمع في إخوة الدين، في إخوة الإسلام، هذا موجود. كم أحد الناس يذهب إلى أحد الناس ليضع عنه دينه أو ليسد عنه دينه، هذا ليس معناه أنه مش متعلق بالله، متعلق بالله، لأنه في الأول في الآخر بيتحرك بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنع أنه يقصد باب أخيه من باب أن يرفع عنه مضرا أو يجلب له نفعا من حقه أن يأخذه. وهذا فعله مثلا سيدنا جابر لما جاءه أهل الدين الذي كان على أبيه، وقالوا عايزين فلوسنا الآن، يا جماعة اصبروا علي، هذه النخل التي خرجت بثمارها لا تستطيع أن توفيهم. ذهب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله يعني كلمهم، معنى الكلام اشفع لي عندهم. فكلمهم، كانوا من اليهود، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا، عايزين حقنا.
فشوفي حتى فالنبي حتى لم يخزله معهوش، قال يا جابر اجمع ثمرك وتمرك ولا تقسم منه شيء حتى تأذني. خلاص جمعوا وعملوا كومة كده زي ما احنا بنقول، جمع التمر كله ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال هلم بإيه؟ بأصحاب الدين، وبدأ يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأعطاهم جميعا وبقي كما هو كما في الرواية. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي لم يخذله في موقف نصره به. هنقدر نقول جابر هنا ما اعتمدش على الله، اعتمد على الله، ولكنه استعان أيضا بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه هذا الأمر. حديث طبعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أي حاجة بتحبها لنفسك بقى؟ أي حاجة بقى. هي صعبة ومحتاجة، ما هو برضو عشان تكون محتاجة إلى إيه؟ إلى أمرين، محتاجة إلى تدريب ومحتاجة إلى تجرد. تدريب وتجرد. التدريب أنت تدرب، ما قلتلكش من يوم وليلة يعني. لكن والله يا إخواني الكرام صدقا يعني حاول أن تصل بها إلى أن تلتمس ما عند الله فيها من الأجر، أن كل حاجة تحبها لأخيك المسلم يصلها عندك، أن تبتغي ما عند الله فيها من الخير، احتسابك عند الله. لو تعاملت مع الله تبقى سهلة. يحبها ما فيش مشكلة، هو لا يتنازل عن، يجتهد يجتهد. هي المسألة محتاجة تدريب، أنا لا أدعي أنها سهلة، ولكن يا جماعة هذا مدخل خطير جدا جدا من مداخل التفرقة بين الناس، أن الناس تبخل على غيرها بما تحب لأنفسها، بمعنى حتى التمني له. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، ما قالش يعطيه. خلي بالكم ركزوا معي، انت بس نفسك انه يبقى زيك. يعني انا عندي علم، اتمنى حضراتكم يبقى عندكم العلم ده، فهمتوا الفكرة؟ عندي مال، اتمنى حضراتكم يكون عندي المال ده، انت معايا؟ عندي مثلا اولاد، اتمنى يكون عندي، وهكذا. هذا كله حب للاخر، هذه ليست فيها صعوبة. انا ما قلتلكش اعطيه كل ما عندك ولا انت وفلس انت، محدش قال كده، لكن حب له ان يصل الى مرحلة من المراحل كما انت فيها، او كما انت ايه، كما انت عليه. رزق، خاتمة مثلا، بشرى بخاتمة خير على فراش الموت، يتمنى ان يموت عليها اخواني او اهل بيته او اصحابي، على غير ذلك من هذه الامور. فكل شيء يحتاج فيه الانسان الى ان، وهذا طبعا لا يؤمن احدكم ليس نفي الايمان، هذا نفي كمال الايمان. ركزوا معايا، لا يؤمن أحدكم مش معناه نفي الإيمان، معناه نفي إيه؟ كمال الإيمان. لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. طبعا الحديث ده فيه مفارقة بين الإسلام والجاهلية. الجاهلية أصلا كانت مبنية كلها على نصرة الإيه؟ على نصرة الظالم قبل المظلوم. مدام من العيلة بتاعتنا ومن العشيرة بتاعتنا الدنيا كلها عمل غلط يا عم الحاج قتل، والله ما حد هيقرب له، وهكذا حتى في العصبيات القومية من الناس من ينصر أخاه على ظلمه. فالحديث أول شيء تفرقة بين عهد الإسلام وبين عهد الجاهلية، أو بين الإسلام وبين أي جاهلية تأتي بعد الإسلام. إن الفرق بين الإسلام وغير الإسلام أننا ننصر أخواننا إذا كانوا مظلومين، وننصرهم بأن نحول بينهم وبين الظلم إذا كانوا ظالمين، من أن يصل هذا الظلم إلى غيرهم، أو أن يصل الظلم إلى أقرب الناس إليهم، أو غير ذلك. أن إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك إيه؟ نصر. والحديث فيه دلالات مهمة جدا. أول شيء أهمية بطانة الرجل، البطانة اللي هم اللي حواليه، وهم دول على فكرة علامات التأثير كله. إذا صلحت البطانة صلح الرجل، وإذا فسدت البطانة، البطانة اللي هم أصحابه يعني أقرب الناس له، وزراءه حبيبه أصدقائه المقربين، إذا صلحت البطانة صلح الرجل. ليه بقى؟ لأن علامة من علامة إنسان تماديه في الظلم هو سكوت البطانة عليه.
تفهموا المعنى ده؟ يعني مثلا واحد اول ما بدأ كان ظالم زغمم كده في الناشئين، لسه ما وصلش للاحتراف، ايه اللي خلاه يوصل لمرحلة الطغيان العالي جدا، الظلم الكبير قوي، افتراء جدا، ان اللي حواليه ايه بيسبحوا بحمده. تمادي الظلم ده ليس فقط ذنبه الوحيد، ذنب البطانة معه، ان لو من اول انت بتاخد على ايدي في عدم الظلم لن استطيع ان اتمادى في الايه، في الظلم. فهذا اول دليل على ان الانسان لا بد ان ينتقي بطانته، ليس فقط التي تدعمه، وانما ايضا التي تحول بينه وبين معصية الله، او بينه وبين ظلم العباد. ادي واحدة. الامر الثاني انه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحجزه او تمنعه عن الظلم لم يذكر الوسيلة. طب احجزه وامنعه ازاي؟ اللي يجي على بالك اعمله. فاهم المعنى ده؟ يعني لو انا استطيع ان امنع الظلم بالقول كان بها، بالفعل كان بها، بتخزيل الناس كان بها، بابعاد من يظلمه عن طريقه كان بها، بإظهار حقيقته حتى لمن يريد أن يظلمه إلى غير. فهمتوا الفكرة؟ فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسيلة يتكلم بها عن حجب الظلم. ليه؟ هو الغاية هي المهمة، إنك تحجبه أو تمنع أن يصل الظلم منه إلى غيره، أو يصل الظلم حتى إلى نفسه. كيف؟ بأي وسيلة تستطيع أن تفعلها؟ هذه مهمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوسيلة في حجز الظلم. طب انا اظن ان انا امنع الظلم مثلا ان انا عرفت ان هو مثلا راح بعت الشرطه تقبض على حد، راح اتصل بصاحب الاخ اللي هيتبقى، سيب البيت دلوقتي مثلا، هذا منع للظلم، لاني لا استطيع افعل اكتر من ذلك. هينزل، عرفت انه مثلا هيعمل اي عمل انقلابي، اي عمل مأساوي، اي شيء، وحاول ان احول بينه وبين ان يصل الي يد الظلم الى الناس. فهمتوا الفكرة؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الإنسان إذا كان ظالما، لا يترك الظلم يتمادى معه فيستشري، فلا يستطيع أن يأتي في وقت من الأوقات يحول بينه وبينه، فلا يستطيع، لأنه طغى، وصل لمرحلة الطغيان، وصل إلى مرحلة التكبر، وصل إلى مرحلة عالية جدا، لا يستطيع البطانة في هذه الحالة أن تحول بينه وبين ظلمه أن يصل للعباد. وينبغي أن يلتفت لهذا المعنى. الحديث الذي بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. طبعا مش محتاج كلام كثير، ولكن خلينا نقول حاجات مهمة جدا، كلها علامات مهمة جدا. رد السلام علامة الإيه؟ علامة اللقاء والاجتماع، هذا أول شيء. يعني لن يكون هناك سلام إلا إذا إيه؟ تلاقينا واجتمعنا، صح ولا لا؟ هذا أول شيء. طيب، عيادة المريض علامة على إيه؟ على السؤال عنه. أصبح حق. أنا بقول لكم الفعل جاي مترتب على إيه؟ يعني رد السلام جاي من اللقاء والاجتماع، ماشي. عيادة المريض جاي من منين؟ عرفت أنه مريض؟ أن أنا بقى إيه؟ سألت عنه فعرفت أنه إيه؟ يبقى ده الحق الثاني الذي هو في داخل هذا الحق. يبقى السلام لن يأتي إلا إذا اجتمعنا، فأصبح الاجتماع من باب أولى حق، واللقاء من باب أولى حق. فهمتوا الفكرة؟ عشان يتحقق رد السلام. عيادة المريض السؤال، فأصبح السؤال حق. يعني عيادة المريض اللي هي حق في هذا الحديث هي من باب أعلى، ليس من باب أولى السؤال عنه، عشان أعرف أنه مريض. فهمتوا الفكرة؟ فرقم اثنين إيه؟ تدخل في مسألة إيه؟ عيادة المريض في مسألة السؤال. اتباع الجنائز دليل على المخالطة والمعايشة، عرفت أنه مات إزاي؟ يبقى لازم أنا بخالطه وبتابعه وعايش معاه وقريب منه وبنشوفه، وإلا لو فقدته ممكن ما أعرفش اللي بعد فترة. هذا أيضا دليل على أن المخالطة والمعايشة هي أقرب من الوحدة ومن الفرقة. طيب، وبعد ذلك إجابة الإيه؟ الدعوة مبنية على الزيارة، لأن الدعوة مبنية على أنك تزورني ثم تلبي الدعوة، فتكرار الزيارة هو الأصل. ثم تشميت العاطس مبني على المجالسة، لأنني لن أشمتك وأنت بعيد في بيتك، معناه أن أنا قاعد إيه؟ أن أنا قاعد معك. فهذه الخمس يترتب عليها خمس،
رد السلام يترتب عليه اللقاء، عيادة المريض يترتب عليه السؤال، اتباع الجنائز يترتب عليه المخالطة والمعايشة، إجابة الدعوة يترتب عليها الزيارة، تشميت العاطس يترتب عليها المجالسة. فإذا كانت هذه خمس واجبة في حق المسلم، فالذي هي أولى هذه الخمسة التي مترتبة عليه، فهمتم؟ وأجمل ما فيها تشميت العاطس. تعرفوا يعني إيه تشميت؟ يعني إيه تشميت؟ كلمة تشميت يعني أبعد الله عنك الشماتة. شفتوا احنا دايما نقولها بس مش فاهمين المعنى. هو يقول يرحمك الحمد لله، فيقول له ايه يرحمك الله. يا ما معنى يرحمك الله؟ يعني اذهب الله عنك العلل والمرض حتى لا يشمت فيك احد. شفتوا هذا المعنى الجميل الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره به. مين اللي جاب تشميت؟ احنا دايما نقول ايه يرحمك الله، لان انت العطسه هذه اخرجت ما كان في جوفك وفي صدرك وما كان من امراض، صح؟ تعرفوا هذا المعنى، ماشي؟ لو بقيت هذه الامراض فيك ربما تضر البدن فشمت فيك من يكرهك، ماشي؟ فلما اقول له يرحمكم الله فكاني اقول له بلسان الدعاء ابعد الله عنك من يشمت فيك. شفت هذا المعنى الجميل الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر كلمة تشميت الايه؟ تشميت العاطس. تسد. شفت؟ احسنت. هو دليل ايضا ان الله يحب الرجل الذي العطاس ولا يحب الرجل المتفائل. يعني العطاس كمان دليل على الحركه، ودليل على عدم النوم ولا على الكسل، ودليل انه شغال في المطبخ بيطبخ، يعني فالفلفل بيدخل في المناخير وعلى طول شغال. فيعني سواء الرجل ولا الست الدنيا فيها شغل، فهذا ايضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فاستحل او استحب الايه؟ استحب ان يشمت وان يدعو له. طيب، هل التشميت فقط بقوله يرحمك الله؟ هذا مشهور عند الناس. من العلماء من زاد قال اذا كان بجواره يسلم عليه ويعانقه، هذه منتهى التشميت. يعني بعد يرحمك الله يوم بيسه وحضنه، يعني الحمد لله الذي نجاك مما كان فيك، وهذا مع المؤمن. طب لو مع الفاجر يقول له يرحمك الله فقط حتى لا يتساوى بعض أهل العلم. شوف يقول لك إذا كان مؤمن وتقي بر مش تشمته بالبق بس، كمان تاخده بالحليل، لأنك فرحت له فرحا بذهاب الأوبئة والأمراض عنه. ممكن يعديه، ما أنت هتقولها بعد ما طلعت. أنت مش هتروح تجري عليه وهو بيعطس يا دكتور يعني. الله يحفظكم يا رب. الحديث الذي بعد ذلك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فيه كثير من المعاني التي مرت. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب الفضة وعن المياثر الحمر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وهذه كلها يعني معاني تتعلق بكل ما يتباهى ويتفاخر به على الناس. لماذا نهى عن تختم الذهب ولبس الحرير للرجال والمياسر واستخدام الحاجات اللي فيها كلها؟ لأن هذا معلوم أنه لا يستطيع أن يصل إليه أي أحد، فوجب أن يراعي الناس فيه الناس. هذا أول شيء. والأمر الثاني امتثالا لأمر الله واختبارا للمؤمن في طاعته له. يعني نهيت عنك الذهب في الدنيا عشان ما تلبسوش، طب ايه العلة؟ من العلماء من قال العلة الاولى ان الله عز وجل لا يريد ان يكون هناك ترفع بالظاهر امام الناس، التواضع موجود. لبس الذهب والحرير يترتب عليه ان الناس ستحسدك والناس ستنقم عليك، وان هذا فيه خيلاء وفيه تفاخر وفيه غير ذلك، فنهى الرجال عن لبسه عكس المرأة، لان المرأة مناط الزينة فما فيش فيها مشكلة، وهذا الامر فيه دعم وفيه خير. بس هتلبسه في الجنة يا دكتور إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ده مهم جدا. لكن أيضا العلة الثانية هو الامتثال، قضية امتثال العباد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وطبعا خرجت الآن بعض الأبحاث الطبية تدل على الأضرار التي يترتب عليها البدن، بدن الرجال، في لبس الحرير والذهب، أضرار طبية خرجت الآن بعض البحوث تؤكد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الإيه؟
الطبية، كان يكون الثوب يورث شيئا من الرعونة، من الليونة، من المرونة، التي ليست من خصائص الرجال وإنما هي من خصائص مثلا النساء أو غير ذلك من هذا الأمور. لكن حديث بقى فيه كلمة مهمة جدا، وهي قضية إبرار المقسم. يعني واحد أقسم عليك قسم فأنت تبره، والله ما أنت جاي معايا، والله ما أنا جاي معاك، يلا بقى رأس برأس، هذا لا يجوز. والله لا تيجي تتغدى، لا. شوفوا بقى، حق من حق المسلم قضية إبرار المقسم دي. أنا أقسمت عليك يعني من محبتي فيك، فالأصل أن تنزل إيه إلى بري حتى لو كان على خلاف هواك. طب النبي هنا لم يذكر مين المقسم ده عشان تبقى مفتوحة، بمعنى لو أقسم زوج على زوجته تبر، والعكس لو أقسم زوجة على زوج الأصل أن يبرها، لأنه ليس هناك حدود في قضية المقسم. لو أخ على أخوه، أخت على أخوه، صديق على صديقه، صاحب على صاحب، أستاذ على شيخ، شيخ على إلى آخر، ما دام في حدود المباح، أقسم بمباح وأقسم بحلال ولم يقسم بمحرم، فالأصل فيه أن يبره. زي ما كده سيدة زينب لما مات لها ولد وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، هاي اللي حصل، أرسل إليها كلها تحتسب وتستغفر، فقالت له إيه لما رجع لها؟ أقسمت عليك أن تأتي. البنت بتقسم على مين؟ على أبيه، وليس أي أب، دمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها برها، كان تحلف علي أنا؟ طب والله من رايح لها، زي ما بنسمع بعض الكلام دول، أو بعض الإخوة مثلا يقولوا والله أنا كنت هاكل بس أنا حلفت ما أكلش. هذا كله يدخل في دائرة الأعراف والتقاليد والعادات التي توغر الصدور وربما تحزن صاحبه. لا خلاص أقسمت عليك تفطر، يعني هتفطر، تأكل معايا يعني تأكل معايا، يا عم مش جعان، والله ما أنا والله ما أنا جاي زيارك تاني، يوم قالب القضية كلها، هذا لا يجوز. فقضية هذه ينبغي أن ترجع مرة تانية إلى حياتنا ومراعاتها في بيوتنا. وهذا هو الحديث الأخير، به نختم هذا الباب إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا هدى وعلما وتقى يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.